قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية تثبيت السعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تعقده بشكل ربع سنوي لتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية وخلال الاجتماع قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين عند ثمانية جنيهات للتر البنزين 80 وتسع جنيهات و 25 قرش للتر بنزين 92 وعند 10 جنيهات و75 قرش للتر بنزين 95 وعند 7 جنيهات و25 قرش للتر السولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن ياتي قرار اللجنه الاخير انطلاقا من التزامها بما تم الاعلان عنه في يوليو 2019 بتطبيق اليه التسعير التلقائيه على بعض المنتجات البترولية. كما هو متبع في العديد من دول العالم حيث تستهدف الاليه تعديل اسعار بيع بعض المنتجات البتروليه في السوق المحليه ارتفاعا وانخفاضا بشكل ربع سنوي وفقا للتطورات